المثال التاني هو الـ pressure variations in the atmosphere. لو احنا بنتكلم على في عندي ذرات الهواء اللي موجودة، ذرات الهواء دي برضو لها نفس الحكاية بالظبط، بتتحرك برضو حركة كان لها كينيتيك انرجي، بتتحرك حركة براونيان، والبراونيان موشن اتفقنا ان كل البارتكلز كلها زي بعض ومفيش اي اختلاف. لو انا دلوقتي بشوف العلاقة بين البارتكلز الموجودة في altitudes عالية والبارتكلز موجوده في التيتيودز واطيه، اوكي، الحاجه الوحيده اللي بتتغير بين الانرجيز بتاعه الحاجه اللي موجوده في اتموسفيرك التيتيود عالي او اتموسفيرك التيتيود واطي هي مجرد البوتنشال انرجي، وهي عباره عن ام في جي في واي. ام اللي هي الماس بتاعه البارتكل نفسه في جي عشان هي جرافيتيشن اكسلريشن، دي الويت بتاع البارتكل نفسه في الالتيتيود، اوكي. فمعنى كده دلوقتي لو بتكلم على في فرق التيتيود من مثلا من altitude y لغايه altitude 0، اوكي، البروبابيلتي بتاعت ان اكون في الاولاني كام ريلاتيف للتاني، اوكي. لو احنا حطيناها برضو بالبولتسمان ايكويشن هلاقي سي اوف واي اللي هي برضو البروبابيلتي اوف ان انا اكون في الوضع دوت على البروبابيلتي ان اكون في الزيرو ات سي ليفل، يعني هلاقي انها بتساوي الكلام ده. معنى كده ايه؟ معنى كده ان احنا عندنا الايكويشن بتاعتنا دي ادت لنا انديكيشن ان احنا عندنا الكونسنتريشن بتاع الذرات بتاعت الهواء بيقل اكسبوننشالي واحنا طالعين في الجو، واحنا طالعين في الدايركشن اللي هو فيرتيكال. يعني بمعنى ان احنا دلوقتي الحاجه اللي احنا بنلاحظها ان احنا لما بنتكلم مثلا على حد بيروح مثلا لحته فيها جبل عالي او حته مرتفعه عن سطح البحر فيقول لك انا مش قادر اتنفس، او عدد الـ يعني الـ الـ لما باجي اخد نفس مش بحس ان انا يعني مستريح، بحس ان انا اكني مش بتنفس كويس، او بحتاج ان انا اتنفس بريت اعلى شويه. الحاجات دي بتحصل نتيجه ان الهواء بيبقى ثينر. ثينر معناها ان المولكيولز بتاعته بقت اقل، المولكيولز بتاعته بقت اقل معناها ان البروبابيلتي بتاعتها او الكونسنتريشن بتاع الذرات بتاعت الهواء بقت اقل من الكونسنتريشن اللي احنا متعودين عليه ات سي ليفل، اوكي. فده الحقيقه زي ما احنا شايفين كده ابلكيشن واضح جدا للبولتسمان فاكتور، والحقيقه يعني هنلاقي ان هو فعلا بنقدر بيه نحسب حاجات في غايه الاهميه، وبنقدر نوصل بيه كونكلوجنز مهمه جدا جدا بتطبيق بسيط للفورم اللي احنا شفناها. كل اللي احنا محتاجين نعمله ان احنا نشوف فرق الانرجيز بتاعتي بتساوي كام، وذاتس ات. بعد بحطها على طول ببلاج ات ان في الفورم اللي بتاعتي هنا، واقدر احسب البروبابيلتي بتاعت الوضع الاولاني على الوضع الثاني، احسب البروبابيلتي بتاعت الحاله الاولانيه او لما يكون السيستم بتاعي الانرجي بتاعته كذا على الحاله الثانيه لما يكون السيستم بتاعي الانرجي بتاعته حاجه ثانيه.